بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مدرسة زينب الوزير الأساسية المشتركة نتقدم باسم أطفال هذه المدرسة إلى الشعب الجزائري العريق وإلى المبادرة الفلسطينية الجزائرية التي ساهمت في معونة الشتاء وساهمت في إنقاذ هؤلاء الأطفال من برد الشتاء القارس. ونتمنى أو نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا الدعم وتستمر هذه المساعدات لهذا الشعب ولهؤلاء الأطفال الصامدين في أرض فلسطين في قطاع غزة الحبيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات كل محسن ويرفعه في الدرجات العلى في الجنة إن شاء الله. بأتقدم أنا مديرة فاطمة بنت أسد ألف للبنات بجزيل الشكر إلى الشعب الجزائر الشقيق على ما قدمه معونة لبناتنا بنات فلسطين، تبرع كسوة شتوية، كما إني أقدم شكري الجزير على المبادرة الجزائرية الفلسطينية التي قامت على تنفيذ هذا المشروع وتوصيل التبرعات والهدايا لأصحابها، وألف شكر وتقدير لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية باسم الشعب الفلسطيني باسم مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات نشكر الشعب الجزائري على مساهماته وعلى مساعدته إلى الطالبات وللشعب الفلسطيني بصورة عامة. طبعا نتقدم لهم بالشكر والتقدير بكل معاني الاحترام والتقدير والشكر على مساهمته على مساعدته على تقديم كسوة الشتاء لطالبات المدرسة. نتمنى أن تكون العدد أكبر مما كان، و نتمنى لهم دائما يكونوا جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ومساعدتنا، ولكم كل الشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في بداية فصل الشتاء لعام 1438 للهجرة، كما تشاهدون أيها الإخوة الأحباب في الجزائر نقوم بتوزيع الكسوة الشتوية على الأطفال الفقراء هنا في قطاع غزة. هذه الكسوة الشتوية جاءت بتبرع كريم من الشعب الجزائري ومن الإخوة المحسنين من ولاية ثنية من مدينة بومرداس من الجزائر، الذين أبوا إلا أن يكون لهم بصمة هنا في قطاع غزة بتوفير هذه الكسوة الشتوية إلى الأطفال الفقراء والمحرومين
هنا في قطاع غزة. هذه الولاية وهذه المدينة التي أبت إلا أن تشارك في كل عام، وهذا للعام الثالث على التوالي، تقدم هذه المعونة وهذه المساعدة الشتوية لهؤلاء الأطفال. لنتقدم نحن نيابة عن هؤلاء الأطفال ونيابة عن سكان هذه البلدة المحاصرة وهذا القطاع المحاصر، نتقدم بجزيل الشكر والثناء والعرفان والتقدير والاحترام إلى هؤلاء المحسنين الكرام ولكل أهل في مدينة إثنية وفي ولاية بومرداس وفي الجزائر من شمالها إلى غربها ومن جنوبها إلى شرقها. هذه هؤلاء الذين أبوا إلا أن يكون لهم بصمة ولهم أثر جميل وأثر طيب على الأطفال الفقراء هنا في قطاع غزة. باسمهم جميعا مرة أخرى نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام والعرفان إلى هؤلاء المحسنين الكرام، والذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم عما قريب في ساحات المسجد الأقصى وفي ساحات القدس الشريف وهو محررة بإذن الله سبحانه وتعالى. في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يمر فيها سكان قطاع غزة وفي ظل هذا الحصار الذي يتشدد من القريب ومن الغريب على أهلنا في غزة، الناس الآن أصبحوا في أمس الحاجة إلى هذه المساعدة، هم في أمس الحاجة إلى وقوفكم أيها الشعب الجزائري بجانب هؤلاء الأطفال وذويهم الذين يعانون من الفقر والحرمان هنا في قطاع غزة. نناشدكم في هذه الأوضاع الصعبة مرة أخرى أن تمدوا يد العون وأن تساعدوا وأن تبذلوا كل شيء تستطيعونه من أجل إخوانكم في فلسطين، وإلا ستكون الحرب القادمة هي قاتلة ومدمرة لهذا الشعب إن لم يكن لنا سند منكم يا أهلنا في الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بجزيل الشكر إلى المبادرة الجزائرية الفلسطينية لتوزيع كسوة الشتاء، تبرع كريم من مدينة الثانية بولاية بومرداس، وتوزيع جمعية سلام للإغاثة والتنمية. بارك الله فيكم وشكرا لكم. كما ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة الجزائر والشعب الجزائري الشقيق على هذه المساعدة، وإن شاء الله مزيدا من هذه المساعدات. بارك الله فيكم وشكرا لكم.
الرحمن الرحيم. أتقدم باسم مديرة مدرسة حمزة الأساسية المشتركة وباسم مديريتي مديرية شمال غزة بالشكر الجزيل والتقدير والعرفان للمبادرة الجزائرية الفلسطينية على ما قدمته من دعم لهذه المدرسة، خصوصا وأن هذه المدرسة مدرسة في منطقة حدودية نائية تعاني من الفقر. أشكر وأتقدم بالشكر الجزيل للمتبرعين والمحسنين من الإثنية، من ولاية الإثنية وولاية بومرداس. الشكر والتقدير لهم، آملة منهم بأن يواصلوا بتقديم الدعم لهذه المدرسة لما تعانيه من شدة. كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للشعب الجزائري على ما قدمه من تقديم كسوة شتاء لأبنائنا الطلبة.